الموضوع اللي بعده هنحكي عن الهاي تيست فور مول بريجنانسي او المولر بريجنانسي، بنسميه بالعربي الحمل العنقودي. المشكله في الحمل العنقودي اللي هو الابنورماليتي للباسنتا، الباسنتا نفسها بتكون ابنورمال. في شغله في الباسنتا اسمها كورونيك فيلاي، زي ما احنا شايفين في الصوره، في عندنا حاجه اسمها الصوره هذه زي شعاعات صغيره بنسميها الكورونيك فيلاي. هذه هي صوره مكبر عنها. الكورونيك فيلاي هذه الشعاعات الصغيره هذه بتكون اللي هو filled with اللي هو fluid grape like clusters، زي يعني زي قطف العنب، لذلك سميناها حمل عنقودي. فبتصير زي الصورة هذه بالضبط، فهذه الصورة الصغيرة أصبحت مكبرة زي الصورة هذه، فهذا كله ممتلئ بشغلة اسمها زي قطف العنب، ففي المستقبل ممكن يتحول لكانسر. وهذا السبب في أو المشكلة الرئيسية اللي بتصير في المولر بريجنانسي. في المولر بريجنانسي الفيرتلايزد اوفم بتموت، والكورونيك بتتحول او يعني بتصير فيسيكلز. والسبب الرئيسي في هذا الامر انه الفيرتلايزد ايج ما بتحتويش على اوريجينال ماتيرنال نيوكليوس، يعني الدي ان اي او الحمض النووي مش موجود في الفيرتلايزد ايج. في عندنا سبيرم، تمام، والسبيرم هذا يعني عمل اللي هو يعني فيرتلايزيشن لا يعني الاج الموجوده، تمام، ولكن او اتحد مع الاج الموجوده، ولكن الاج هذه نفسها ما بتحتوي على ماتيرنال نيوكلياس وما بتحتوي على دي ان اي. يعني السبيرم اللي عمل اتحاد مع الاج الموجوده تقريبا يعني 1 او 2 سبيرم، تمام. فبالتالي هذه هي المشكله الرئيسيه في الهاي تيست فور مول بريجننسي او المولر بريجننسي. ممكن طبعا مستقبلا يتحول لمالجننسي او يتحول لكانسر او كوروينو كارسينوما. في عندنا نوعين من الهاي تيست فور مول بريجننسي، النوع الاول اللي هو الكومبليت مول، والنوع الثاني اللي هو البارتشال اللي هو مول. النوع الاول اللي هو الكومبليت مول هنعرف الفرق بيناتهم وليش سميناه كومبليت. الكومبليت مول يحتوي فقط على باتيرنال جينيتيك ماتيريال، يعني الحمل نفسه لا يحتوي على اللي هو الماتيرنال جينيتيك ماتيريال. يعني لما صار في اتحاد مع اللي هو بين السبيرم وبين الاج، الاج نفسها ما ساهمتش في الجينيتيك ماتيريال، فبالتالي اصبح في عندنا فقط باتيرنال جينيتيك ماتيريال، يعني الحمض النووي صار فقط من الاب. فلذلك اصبح في عندنا 46 اكس اكس او 46 اكس واي، فسميناه كومبليت مول، تمام، لانه كله على بعضه ما فيش عندنا يعني امبريو خالص، ما فيش عندنا جنين على الاطلاق، لذلك سميناه كومبليت مول. يعني لو في عندنا جزء من الجنين كان سميناه بارتشال مول، لكن ما فيش امبريو خالص فسميناه اللي هو كومبليت، يعني هو المول. بتكون الفيسيكلز او بتكون اللي هو الكورونيك فيلاي ممتلئه بالفلويد فيلد لايك اللي هو جريب فروت يعني كلاستر. ونتذكر انه ما فيش امبريو في اللي هو الحمل بالمره. في الكومبليت مول في عندنا لارج اماونت اوف اتش سي جي، فبالتالي هذا الامر ايضا يعني بيسوي لنا مشكله. السبب اللي هو افراز الاتش سي جي بصوره عاليه انه في عندنا بروليفريشن في الكورونيك فيلاي. الكورونيك فيلاي هذه تحولت اللي هو زي ما حكينا في البدايه تحولت لفيزيكلز، فصار في عندنا لارج اماونت اوف اتش سي جي، فهذا الامر ممكن يعمل لنا يعني تضليل عن البريجنسي العادي وتدخل الست في مشاكل واحنا مش عارفين. سبب الكومبليت مول، سبب رئيس الكومبليت مول، لما يكون في عندنا سنجل او تو سبير، يعني في عندنا سبيرم واحد او سبيرم اثنين عملوا كومباينيشن مع الاج. الان الاج هذا نفسها ما فيهاش دي ان اي، لكن السبير نفسه فيه دي ان اي، فصار في اتحاد من دي ان اي واحد فقط من الاب فقط، فبالتالي اصبح في عندنا 46 كروموسوم، يا اما 46 اكس اكس او 46 اكس واي، فصار في تشويه بشكل كامل مش بشكل جزئي لا الجنين الموجود. الكلاسيك ساينز للكومبليت مول في عندنا جريب فلوت او سوري جريب لايك كلاسترز موجوده جوا اللي هو الكورونيك فيلاي، بتبين على الالترا ساوند بشكل واضح جدا، تمام. وممكن مستقبلا او ممكن بعد فتره لو احنا تركنا الامر يصير في عندنا كورونو اللي هو كوريو كارسينوما، وهذا الامر خطير جدا، حصير ست تاخد كيمو ثيرابي. في عندنا طبعا علامات اللي هو البليدنج، بليدنج خطير جدا، بدخل الست في هايبوفوليميك شوك. ايضا في عندنا بصير يوتراين انلارجمنت، سبب اليوتراين انلارجمنت اللي هو الجريب لايك كلاسترز الموجوده على اللي هو الكورونيك فيلاي. الصوره هذه بتوضح الكومبليت مور زي ما احنا يعني زي ما احنا شايفين. هاي اليوترس، تمام، هاي الجدار اليوترس، وهي جوا اللي هو
الكوراينك فيلاي او هاي جوا اللي هو الكريب لايك كلاسترز او هاي السيرفكس، هذا بكون كله بتحول في خلال فتره يعني لا كانسر او لا مالجنسي. اما البارشال مول، البارشال مول سميناه جزئي لانه مش يعني يحتوي على جزء من جنين وجزء من الكريب لايك كلاسترز. مشكلة اللي هو البارتشال مول ما بنقدرش نعمل له دياجنوزيس او ما بنقدرش نتعرف عليه الا لما يصير مع الست سبونتينيوس ابورشن، لانه لما يصير معها سبونتينيوس ابورشن بيبين انه في تشوهات عالية جدا في الجنين، يعني بيكون في جزء جنين وجزء تكتل او تكتلات من الكريب لايك كلاسترز. بالتالي هذا هو المشكلة في الرئيسية في البارشال مول، سميناه بارشال مول لأنه في عنا إمبريو، في عنا جنين، ولكن هذا الجنين مشوه بشكل يعني كبير جدا لدرجة أنه معالمه ما بتكونش مبينة بشكل واضح. في البارشال مول يعني أحيانا بيكون في عنا نورمال بلاسينتا تشو، يعني مش زي الكومبليت مول أنه البلاسينتا كلها يعني أو الكرونيك فيلاي ممتلئة بالجريب لايك، لا في عنا بعض البلاسينتا تشوز ايشوز بتكون اللي هو نورمال في التصوير. الباثوفيسيولوجي او السبب في البارتشال مول ايش اللي بيصير؟ بيصير كالتالي انه لما يكون في عندنا تو سبيرم تمام بيعمل فيرتلايزيشن لون نورمال اوفم، تمام الاوفم الموجود في الكومبليت مول مش نورمال، لكن الاوفم الموجوده في البارتشال مول نورمال. لكن اللي بيفرق كالتالي انه في عندنا تو سبيرم عملوا فيرتلايزيشن لون نورمال اوفم. ايش اللي صار عندنا هنا؟ صار عندنا هنا تو ماتش جينيتيك ماتيريال، يعني حمض نووي بشكل عالي جدا عند اللي هو الاب او من الاب، ساهم الاب بجزء عالي جدا من الجينيتيك ماتيريال مقارنه بالمساهمه العاديه من اللي هو الام او من الاوفم. فبالتالي اصبح في عندنا تشوهات عاليه في الجنين. الان الام ساهمت بالاوفم والاوفم نورمال والدي ان اي موجود، فجزء من الجنين اصبح نورمال اللي هو مساهمه من الام، لكن الجزء المساهم فيه من الاب اصبح نوت نورمال. تمام ليش السبب؟ السبب انه تو سبيرم، فبالتالي تو باترنال جينيتيك ماتيريال. المحصله او النتيجه انه في عندنا يعني كثير او تو ماتش من التروفوبلاستيك تيشوز، هذه التروفوبلاستيك تيشوز بتضلها تنمو لعند ما تغطي الفيتال تيشوز، فبيبينش معالم الجنين، واصبح في عندنا تكتلات من اللي هو الجريب لايك كلاسترز موجوده ومعالم الجنين مش اللي هو مبينه. في هذه الحاله الكلاينت بصير عندها هايبر ايميسيز كرفيدارم، واضح جدا بيكون لانه الاتش سي جي بيكون عالي كثير، واحنا سكنا سابقا انه زياده الاتش سي جي بيعمل هايبر ايميسيز كرفيدارم. هنتعرف سابقا على البريجنانسي اندوست هايبرتنشن، وحنشوف انه بيظهر بعد 24 اسبوع او بيظهر بعد على الاقل 20 اسبوع، لكن عاده بيظهر بعد 24 اسبوع. لكن اذا علامات البريجنانسي اندوست هايبرتنشن ظهرت قبل 24 اسبوع عاده بيكون في عندنا مولر بريجنانسي، وهذا الامر خطير جدا. فلذلك الهيلث اديوكيشن مهم جدا للست في خلال البرينيتال كير. طبعا البرايمري دياجنوستيك تول اللي هو الالترا ساوند، الالترا ساوند هو اللي بيفحص او هو اللي بيكشف المولر بريجننسي. الكلاسيكال سيمبتومز للهايدريتد فورمول بشكل عام كالتالي، فيش عندنا فيتال هارت ريت تمام بالمره لانه فيش عندنا جنين اساسا، او اذا كان في عندنا جنين بيكون مشوه بدرجه عاليه جدا. لو عملنا تحليل للاتش سي جي تحليل رقمي او تحليل وجوده في البلط حيكون عالي كثير كثير. بالنسبه للبليدنج اللي بيطلع بيكون براونش كلر، يعني بيكون عاطي لون على بني او غامق جدا تمام. ايضا بيكون في عندنا ديستشارج من فلويد فيلد فيزيكلز مبين من اللي هو السيرفكس، وهذا الامر يعني بيوضح كثير كثير انه في عندنا شيء غريب جدا ولازم نعمل اللي هو التراساوند بشكل عاجل. ايضا بيبين على الست انه في عندنا انكزايتي اند تريمورز عشان الثايرويد فانكشن بتكون مختله جدا، وبكون الاتش سي جي عالي كثير، الضغط بيكون عالي تمام، يعني في عندنا يعني هايبر تنشن. واحنا قلنا قبل شوي انه الهايبر تنشن اذا كان قبل 24 اسبوع بيكون علامه من علامات اللي هو المولر بريجنانسي. دياجنوستيك فالويشن ببين عندنا في الالترا ساوند، ببين بشكل واضح بالذات اللي هو يعني الكومبليت مول ببين بشكل واضح. الاتش سي جي ايضا بيكون عالي كثير تمام، بيظهر بشكل عالي جدا لانه زي ما قلنا التروفوبلاستيك تيشوز بتنمو بشكل سريع جدا تمام، والكرونيك فيلاي بتعمل دور اساسي في هذا الامر.
ممكن نعمل سي بي سي، ممكن نعمل طبعا هو الرينال فانكشن تيست والليفر فانكشن تيست والثيرويد فانكشن تيست. الميديكال مانجمنت او السيرجيكال مانجمنت للهاي ديت فورمول اللي هو في عندنا لازم تنعمل عمليه عشان نعمل ريموفال للمول الموجود، نعمل ريموفال للكلاسترز، وهذا الامر مش سهل طبعا لانه ممكن يعني يتحول لكانسر وعلاجه بيستمر لفتره تقريبا من سنه الى سنتين، بيأثر على الحمل مستقبلا عند الام طبعا بشكل كامل. بنعمل اكس راي عشان نشوف هل عامل ميتاستاسيس ولا مش عامل ميتاستاسيس، وهذا الامر ايضا خطير لانه اذا انترك راح يعمل كانسر وراح يعمل انتشار في باقي اجزاء الجسم. وبنعمل فيزيكال اكزامينشن للام باستمرار وبشكل يعني فريكوينتلي، يعني لازم الام تاخذ مواعيد للفيزيكال اكزامينشن بشكل كامل. اللاب تيست واللاب ميجرمنت للاتش سي جي تمام لازم ينعمل بشكل اسبوعي. ايضا الست يعني بنصحها انه ما يصيرش حمل في خلال فتره الفولو اب على الاطلاق، هذا الامر بياثر على موضوع الحمل بشكل كبير جدا، فبالتالي بنصحها طول فتره العلاج ما تاخدش او ما يصيرش عندنا اي حمل اطلاقا. السيرجيكال مانجمنت للمولر بريجنانسي طبعا اذا في عندنا ديزاير للفيوتشر فيرتيليتي، يعني الست بدها تحمل وفي عندها يعني حابه تحمل لاحقا، بنعمل حاجه اسمها الدي ان سي اللي حكيناها قبل اللي هو شوي في المحاضره، دايلاتيشن اند كوريتاج، اللي هو عمليه كحت الرحم من الداخل عشان نفرغ الرحم من محتوياته. لكن المشكله انه ممكن يضل بعض المحتويات او بعض الفراجمنتس موجوده جوه اليوترس، هذه مشكله كبيره وممكن يتحول لكانسر وياثر على الام، فبالتالي ممكن نضطر نعمل هيستروكتومي تمام او نعمل هيستروتومي تمام، يعني نعمل اوبننج في اليوترس ونضطر اللي هو يعني ننظف اليوترس من جوه من الداخل. لكن اذا ما كانش الست عندها نيه انها تحمل لاحقا، احنا الافضل نعمل لها هيستروكتومي، يعني نعمل او نشيل الرحم بشكل كامل عشان احنا نحميها من اي كانسر ونحميها من اي ميتاستاسيس. الفارماكولوجيكال مانجمنت طبعا يعني بنعطي الست اللي هو ميديكيشن اسمه ميكسيت او فوليكس. هذا العلاج عبارة عن ميثوتريكسات، هو اسمه الأساسي ميثوتريكسات. بنعطى إذا كان الـ HCG كان يعني عالي كثير أو بيزداد باستمرار. الميديكيشن هذا هو عبارة أساسا أنتي كانسر، بيعمل سلوينج للجروث أوف كانسر تيشو، فعشان الأمر ما يتحولش لكانسر وإذا في بدايته لكانسر بنضطر نعطيها ميثو يعني تريكسات تمام. عشان نعمل كنترول للبليدنج بنضطر نعطي الأم اللي هو اكسيتوسين أو بيتوسين عشان يعمل كونتراكشن لليوترس. ممكن نشوف البلاسينتا بريفيا. البلاسينتا بريفيا مشكلتها في الامبلانتيشن للبلاسينتا نفسها. بالعاده بتكون النورمال بلاسينتا زي ما احنا شايفين في الصوره، بتكون يعني امبلانتد اوفر ذا فيتس فوق، يعني زي ما شايفين فوق والحبل السري هي طالع تمام، هذه هي النورمال بلاسينتا. لكن في البلاسينتا بريفيا بتكون البلاسينتا يعني بتكون تحت اسفل تمام، ممكن تكون مغطيه السيرفكس تمام. فهذا هو البلاسينتا بريفيا مشكلتها في الامبلانتيشن. وين موجوده؟ موجوده في اللور يوتراين سيجمنت، يعني في اسفل اليوترس، ممكن تغطي السيرفكس او تغطي الانترنال سيرفايكال اس لا يعني السيرفكس نفسه. طبعا السبب في عندنا اسباب كثير لكن السبب الرئيسي مش واضح، لكن بعض الاسباب مثل السموكينج، مثل اللي هو تقدم عمر الام نفسه، اندوميترياتيس مثلا، او السكارينج، يعني ممكن الست تعمل دي ان سي بعد ما عملت دي ان سي صار في سكار، فبالتالي البلاسينتا نفسها ما قدرت تنمو على السكار الموجوده، فاضطرت اللي هو يصير فيها نمو تبعها على اللي هو اللور يوتراين سيجمنت، او الست عملت سي اس وصار في عندنا سكار بعد السي اس. ايضا بعض الاسباب اللي هو مالتي باريتي، المالتي باريتي اللي هو ممكن يحدد او ممكن يعمل اللي هو البلاسينتا بريفيا لانه اليوترس او يعني صار فيه كونتراكشن كثير وممكن يصير في عندنا سكارنج جوا، بالتالي اثر عمليه نمو البلاسينتا نفسها. اشهر العلامات والاعراض للبلاسينتا بريفيا اللي هي بيلس بليدنج، البليدنج في بليدنج لكن بيلس، هذه من اشهر العلامات. عاده اغلب الكومبليكيشنز اللي للبريجنسي في بليدنج لكن في بين، لكن هذه ما يميزها انه بيلس بليدنج، والبليدنج بيكون برايت بريد سبوتنج او متقطع، هذا هو ما يميز ايضا البلاسينتا بريفيا، وراح نقارن بين الابربش والبلاسينتا والبلاسينتا بريفيا كمان شويه في هذه المحاضره. عاده البليدنج ما بيكونش كونتينوس، بيكون متقطع لانه ممكن يكون اللي هو السيرفايكال او الانترنال اس بيكونش كلوز بشكل كامل، فبالتالي ممكن يكون متقطع. اليوترس بيكون ريلاكسد وبكونش تنتر، لذلك ما فيش الم.
انواع البلاسنتا بريفيا ثلاث انواع، لو لاينج وبارشال وكمبليت. اللو لاينج بكل بلاسنتا قريبه من الانترنال سيرفايكال اوس، تمام، ولكن مش مغطيه اللي هو الاوبننج بتاعت السيرفايكال اوس. سامح في الصوره رقم ايه اللي هو مارجنال، تمام. المارجنال هذه بتكون البلاسنتا هي موجوده على الجنب، فبتكون اللي هو الانترنال سيرفيكال اوس اوبن، وما فيش يعني مش مغطيه يعني الاوبن نفسها. لكن النوع الثاني البارتشال، البارتشال بتعمل كفرنج لجزء من الانترنال سيرفيكال اوس، تمام، وبتترك الجزء الثاني الاوبن. اما الكومبليت بتكون البلاسنتا نفسها مغطيه بشكل كامل الانترنال سيرفيكال اوس، زي ما احنا شايفين في الصوره هذه. هاي البلاسنتا هنا على الجنب جاي، تمام، مارجنال جاي بالجنب، تمام، ولو لاينج مارجينال على الجنب جاي، ولو لاينج يعني اسفل اللي هو اليوترس نفسه. لكن الانترنال سيرفايكال اوس عندنا هنا اوبن، تمام، بشكل كامل. عندنا هنا نازله تحت اكثر، فمغطي جزء وتارك الجزء اللي هو اوبن. اما في الصوره الثالثه في التوتال بلاسنتا بريفيا، او بنسميها اللي هو كومبليت بلاسنتا بريفيا، بنلاقي البلاسنتا نفسها مغطت السيرفايكال اوبننج بشكل اللي هو كامل. الباثوفسيولوجي للامر اللي بصير عندنا انه في نهايه، او لما يعني مع قرب نهايه البريجنسي او مع الجزء الاخير من فتره اللي هو الحمل، بصير في عندنا افيسمنت للسيرفكس. الافيسمنت للسيرفكس بيعمل حركه في موضوع اللي هو السيرفكس. لما يصير في عندنا موفمنت للسيرفكس بيعمل بولينج للبلاسنتا الموجوده، فبالتالي لما يعمل بولينج للبلاسنتا الموجوده، تمام، فبالتالي ده ممكن يعرض البلاسنتا لبليدنج، وهذا هو السبب الرئيسي في حصول او في حدوث بليدنج لموضوع البلاسنتا في موضوع البلاسنتا بريفيا. اذا كان هذا الامر صار بشكل مبكر، الامر بيكون خطير. كل ما كانت البلاسنتا بريفيا بدري اكثر، كل ما كان الامر خطير اكثر. والسبب في هذا الامر انه صار في عندنا بليدنج بشكل مبكر على اللي هو يعني في موضوع او في خلال فتره الحمل، بالتالي ممكن يتعرض الجنين لا اللي هو يتعرض الجنين لانيميا، تتعرض الام ايضا لانيميا، ويصير في عندنا هايبوكسيا. الفيتوس نفسه يتعرض لهايبوكسيا. لذلك عشان او في يعني اذا الست تعرضت لبلاستا بريفيا بعد الولاده، لازم نعمل اسسمنت للمولود، لانه ممكن يكون يتعرض لهايبوكسيا، او ممكن يصير عنده انيميا من البليدنج اللي صار من البلاستا، وهذا امر خطير جدا. فبالتالي لازم الطفل يضل في الحضانه لفتره معينه قبل ما هو يعني نعطيه العلاج اللازم. طبعا تاثيره على الجنين او تاثيره على النيونيت بيعتمد على كميه البليدنج اللي صارت خلال فتره الحمل. كميه البليدنج هي اللي بتحدد تاثيره على الجنين. اذا كان البليدنج كثير، فبالتالي الجنين غالبا حينزل معه انيميا، وحينزل معه هايبوكسيا، وهذا حياثر على حياته. الكلينيكال مانيفستيشن للبلاسنتا بريفيا زي ما حكينا قبل شويه، بيلس فاجينال بليدنج، وعاده بصير في الشهر السادس والسابع والثامن، او الشهر السابع والثامن والتاسع، يعني تقريبا في اخر 3 شهور هو اللي بيصير في عندنا بيلس فاجينال بليدنج. ممكن يصير في بعض الحالات النادره تصير بدري على عمر 20 اسبوع، لكن عاده بيصير مع نهايه اللي هو الحمل. طبعا في بعض الحالات يعني ممكن ما يصيرش بليدنج، يعني ممكن تشوف انت يعني حاله بلاسنتا بريفيا ولكن ما يصيرش في بليدنج عند الام. طب هل هذا الامر طبيعي؟ اه طبيعي. ليش طيب؟ لانه ما صارش في عندنا دايلتيشن. يعني في بعض الحالات انه البلاسنتا بريفيا ما بتسببش بليدنج الا لما يبدا الليبر، يعني تبدا علامات الليبر. ليش طيب؟ لانه في الليبر نفسه بصير في عندنا دايلتيشن في السيرفكس، واحنا قلنا الدايلتيشن للسيرفكس اللي هو حيأثر على موضوع البلاسنتا الموجوده، فحيعمل بولينج اواي للبلاسنتا، يعني حيسحب البلاسنتا وحيعمل تروما للبلاسنتا نفسها، بالتالي حيصير في عندنا بليدنج. وزي ما حكينا كل ما صار عندنا البليدنج مبكر اكثر، كل ما اثر على الجنين بشكل اللي هو اعلى. البلاد لوس يعني النزيف الموجود ممكن مع اللي هو مع قرب الولاده او مع حدوث الولاده ما يقلش، يعني البلاد لوس يستمر البليدنج موجود حتى مع قرب الولاده، طب لو ولدت الست ممكن البلاد لوس يكون يعني البلاد يكون في بليدنج مثلا، او يصير في عندنا بليدنج مع الام؟ اه طبعا، تمام. ليش طيب؟ لانه الماسل كونتنت لللور يوتراين سيجمنت بتكون ضعيفه جدا. احنا بنعرف انه بعد الولاده بيصير في كونتراكشن من اليوترس، وهذا الكونتراكشن من اليوترس بيمنع اللي هو حدوث اي بليدنج. طب ايش اللي صار؟ اللي صار انه المسلز الموجوده في اليوترس اللي بتعمل كونتراكشن وبتوقف البليدنج بعد عمليه الولاده مش موجوده او ضعيفه جدا، تمام، بسبب البلاسنتا بريفيا.
واضح. فبالتالي اللي صار عندنا انه البليندنج مستمر، حيظل موجود، واضح. ايضا في خلال البلاسنتا بريفيا من المضاعفات ممكن الفيتال هيد تظل ان انجيجد، يعني ما تنزلش في اللي هو الترو بلفس، وبالتالي بصير في عندنا مال بريزنتيشن، يعني ما يكونش في عندنا اللي هو سيفاليك بريزنتيشن، وهذا ما يعرف باسم المال بريزنتيشن، انه الراس مش نازله تحت في الترو بلفس، فبالتالي الولاده بتكون مش سهله. وكل ما كانت البلاسنتا قريبه على الانترنال سيلفيكال اوس بشكل اكبر، كل ما تعرضت البلاسنتا لانفكشن، لانها تعرضت للي هو الاوبننج او للبلاس او للانترنال اوس، فبصير عندنا حاجه اسمها بلاسنتايتس، تمام، مع الهومرج، مع اللي هو الانيميا اللي صارت. الميديكال مانجمنت، احنا الهدف من الميديكال مانجمنت انه احنا نحافظ على صحه الجنين بقدر الامكان قبل ما يصير في عندنا ولاده، وناخذ الجنين اللي هو خارج بيئه اليوترس، تمام، ونحطه في الحضانه على اساس انه نتاكد انه ما فيش عنده مشاكل، ونعطيه العلاج اللي هو اللازم. كل 12 ساعه بنعمل اسسمنت للهيموجلوبين وللهيماتوكريت. ممكن الست تحتاج الى 2 يونتس اوف بلد، طبعا لانه في عندنا صار فينا سيفير بلد لوس. الدياجنوزز للبلاسنتا بريفيا بصير بشكل واضح جدا بالالتراساوند، واذا تم التشخيص بالالتراساوند طبعا ممنوع نعمل فاجينال اكزامينيشن، لانه الفاجينال اكزامينيشن هيعمل اللي هو مور بليدنج، فخلاص طالما تشخص بالالتراساوند ما نعملش اللي هو فاجينال اكزامينيشن بالمره. ونتذكر دائما انه كل ما كان البليدنج كثير كل ما كان اليورين اوتبوت قليل. السيرجيكال مانجمنت للبلاسنتا بريفيا، طبعا افضل شيء نعمل اللي هو سيزيريان بيرث او سيزيريان سكشن، علشان نحافظ على حياه الجنين ويصير في ولاده يعني امنه اكثر من اللي هو النورمال، لانه هيك حنعرض او حنزود من البليدنج اذا احنا عملنا نورمال ديليفري، فبالتالي افضل شيء نعمل سيزيريان بيرث. النيرسنج مانجمنت للبلاسنتا بريفيا، نعمل اللي هو مينتيننج للكلاينت اون بيد ريست بشكل كامل، تكون في بيد ريست عندنا، تمام، ونعمل اللي هو يعني تكون البيئه هاديه جدا، نعمل مونيتورنج للفايتال ساينز بالذات اللي هو البلد بريشر والهارت ريت، تمام، ونعمل اسسمنت للفيتال هارت ريت، لانه اللي بياثر على الجنين في هذه المرحله هو البلاسنتا، والبلاسنتا هي اللي بتمده بالغذاء والاكسجين، فبالتالي اذا يعني اصيب الجنين باي سوء حيأثر عندنا على الفيتال هارت ريت، فبنعمل دائما اسسمنت للفيتال هارت ريت بالسي تي جي. ايضا دائما بكون عندنا الالترا ساوند، بنعمل اسسمنت للام بالالترا ساوند بشكل يعني مستمر، بنعطيها يعني فلويد باستمرار اللي هو اي في فلويد عشان نعمل اديكوت فلويد بالانس، لانه فقدت بلد بشكل كبير ممكن تحتاج لبلد ترانسفيوجن، تمام، ونعطيها بلد 2 يونتس او 1 يونت على اللي هو الاقل. نيجي لموضوع الابربشو بلاسينتا. الابربشو بلاسينتا بيصير في عندنا سيبريشن من البلاسينتا على الوول تبع اليوترس. الان الوول تبع اليوترس مشبوكه في اللي هو البلاسينتا. البلاسينتا بتكون نورمالي بلانتد، وهذا اللي بيفرق البلاسينتا بريفيا عن الابربشو بلاسينتا. الابربشو بلاسينتا الامبلانتيشن للبلاسينتا بيكون نورمال، يعني عمليه الزراعه نفسها بتكون طبيعيه، ولكن اللي بيصير انه بيصير في عندنا سيبريشن، يعني بيصير في عندنا انفصال. الانفصال هذا بيصيرش الا عند الولاده، ولكن في الابربشو بلاسينتا بعد 20 اسبوع بيصير في عندنا انفصال تلقائي بمعدل 1% من كل 100 حمل، او 1 من كل 100 حمل بصير في عندنا هذا السيبريشن. اسبابه كثير، من ضمنها او اشهر الاسباب ماتيرنال هايبرتنشن، لانه الماتيرنال هايبرتنشن ببين بعد 20 اسبوع، فبصير السيبريشن عندنا بعد 20 اسبوع، تمام، وهذا الامر راح نوضح سببه كمان شويه. مالتيبل بريجننسي، كل ما كبر اليوترس اكثر، تمام، وكل ما صار في عندنا حمل اكثر، وكل ما تعددت او تعدد الحمل اكثر، كل ما صار في عندنا انه صار في عندنا يوتراين سكار، واليوتراين او البلاسينتا نفسها صارت تنفصل تدريجيا عن اللي هو اليوتراين وول. ابدومينال تروما، ممكن الست تصير في عندنا حادث او تقع مثلا اليوترس يتاثر مع الضربه هذه ويصير في عندنا سيبريشن. الستات اللي يعني بيدخنوا او بيستخدموا الكحوليات او الكوكايين، هذا الامر ايضا بيساهم في عمليه اللي هو السيبريشن، لانه بيعمل حاجه اسمها زي العمليه نفسها بتشبه عمليه الاثيروسكلوروسيس، وراح نشرح العمليه بالتفصيل كمان شويه. في عندنا ثلاث انواع من الابربشو بلاسينتا. النوع الاول اللي هو سنترال ابربشو،
والنوع الثاني مارجينال ابربشن، والنوع الثالث كومبليت ابربشن زي ما احنا شايفين في الصوره. رقم ايه؟ سنترال ابربشن، بيكون في عندنا كونسيلد هيموريج، يعني بصير في عندنا بليدنج ولكن البليدنج مخفي. كونسيلد معناتها مخفي، واضح؟ فالبليدنج ما بينزل تحت، اما في النوع الثاني في بليدنج موجود، تمام؟ والبلاسينتا نفسها مارجينال، تمام؟ فبصير في عندنا اكسترنال هيموريج، فبيطلع البليدنج لبرا. والنوع الثالث ايضا بصير في عندنا اكسترنال هيموريج، لكن بكون في عندنا كومبليت ابربشن، يعني انفصال بشكل اللي هو يعني كامل. هاي الثلاث انواع زي ما احنا شايفين الصوره، هذه الصوره واضحه كثير، تمام؟ النوع الاول بكون في عندنا او البليدنج مش موجود، تمام؟ والنوع الثاني والثالث بكون عندنا البليدنج اللي هو موجود. نيجي نشرح ايش معنى سنترال ابربشو. سنترال ابربشو بيصير في عندنا السنتر للبسنتا نفسها بيصير في لها سيباريشن، تمام؟ يعني الجدار الرحم من الداخل بكون ماسك في البلاسينتا من جوا. كيف بكون ماسك؟ في حاجه اسمها مايكروفيلاي. المايكروفيلاي هذه زي انسجه بسيطه، انسجه شعريه. فالسنتر المركز تبع البلاسينتا من المنتصف بينفصل عن اليوتراين وول، فلذلك سميناه اللي هو يعني سنترال ابربشو بلاسينتا. البليدنج لما ينزل بيضل موجود ما بين اللي هو اليوتراين وول وما بين البلاسينتا، ما بينزلش تحت لانه الجزء العلوي والجزء السفلي من البلاسينتا ماسك في اليوتراين وول، فبالتالي البليدنج ما بيطلعش برا زي ما احنا شايفين في الصوره هذه. من هنا ماسك ومن هنا ماسك، فبالتالي البليدنج بضل مخفي جوا فبيبينش. اما في المارجنال، المارجنال زي ما احنا شايفين في الصوره هذه، المارجنال اللي بصير فيه انه حفه البلاسينتا نفسها بصير فيها سيبريشن، فبالتالي بينزل دم، هذا الدم بيكون برايت ريد. في النوع الكومبليت كل بلاسينتا نفسها، وهذا الامر اخطر اخطر الانواع، كل بلاسينتا نفسها بصير لها سيبريشن مع بروفيوز بليدنج او مع فاجينال بليدنج، بالتالي هذا الامر يمكن اخطر الانواع الموجوده. دائما وابدا او عاده السنترال بلاسينتا تتحول الى كومبليت ابربشو مع مرور الوقت ومع مرور اللي هو او كل ما يكبر اليوترس اكثر او كل ما يكبر الجنين اكثر، كل ما السنترال ابربشو تحولت ل اللي هو كومبليت ابربشو. في النوع الاول والنوع الثالث اللي هو السنترال والكومبليت، البلد نفسه بصير في يعني بصير انفيدنج للبلد من اليوترس نفسه، فبكون اليوترس نفسه اتعبى بالبلد، فصار عندنا اليوترس ريجيد والابدومن صار ريجيد، فبصير في عندنا تندرنس ابدومن او بين فول ابدومن، وهذا من علامات ايضا البلاسينتا اللي هو ابربشو. ايضا مع اللي هو مع وجود عمليه الولاده نفسها، في خلال فتره الولاده نفسها يفترض انه يصير في عندنا كونتراكشن لليوترس عشان النزيف يتوقف، هذا الامر طبيعي جدا، بصير في افراز من الاوكسيتوسين، تمام؟ وبنعطي الام ميثرجين عشان يصير في عندنا كونتراكشن لليوترس ويوقف اي بليد موجود، ولكن في حال وجود ابربشو بلاسينتا انه الكونتراكشن لليوترس بيكون فيري بور. ليش؟ طيب لانه المصل كونتنت، المصلز الموجوده في في اليوترس نفسه بتكون ديمينيشت، يعني بتكون يعني وضعها تعبان كثير، فبالتالي البليدنج صعب يتوقف، فبالتالي لازم احنا نوقف البليدنج باي طريقه كانت، تمام؟ ونعطيها بعض الميديكيشن، واضح؟ واذا اضطرينا ممكن نعمل في بعض الحالات هيستروكتومي. في عندنا بعض المشاكل اللي بتصير على موضوع البلاد كلوتنج، انه في عندنا اللي هو مع زياده البليدنج الموجوده ومع وجود اللي هو ريترو بلاسينتا كلوتنج، الكلوت بتكون ريترو بلاسينتا يعني بتكون خلف البلاسينتا، هذه الكلوت وهذا الوجود النزيف الموجود بيعمل اللي هو زياده في افراز او بيعمل ريليز للثرومبوبلاستين. الثرومبوبلاستين هو يعني عامل من عوامل اللي هو الكلوتنج للبلط، بيتم افرازه بيساعد في عمليه او بيعمل كاتالايزنج للي هو تحويل البروثرومبين للثرومبين عشان يعمل الكلوتنج للبلط، فبالتالي هذا الامر بيعمل حاجه اسمها ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن الدي اي سي، وهذه اللي هو بنشوفه في بعض المستشفيات الست دخلت اي سي يو بسبب هذا الامر. في بعض الحالات الستات اللي بيكون معهم ابرامش وراسينتا، يعني حالات قليله او حالات نادره، انه ممكن الست تتحول لاي سي يو بسبب انه صار عندها دي اي سي، والسبب في هذا الامر انه في عندنا صار في عندنا بليدنج بشكل كبير وصار في عندنا ريترو بلاسينتال كلوت، فبالتالي هذا الامر حفز انه يفرز حاجه اسمها الثرومبوبلاستين عشان يحفز عمليه اللي هو الكلوتنج للبلد، فبالتالي صار في عندنا زياده في تحويل اللي هو البروثرومبين للثرومبين، فتحول او صار في عندنا المشكله اسمها دي اي سي. في عندنا هذا الجدول المقارنه ما بين اللي هو البلاسينتا بريفيا والابربشو بلاسينتا، طبعا المقارنه هذه حفظ ومطلوبه وكله شرحناه
في خلال اللي هو المحاضره نفسها. طبعا البليدنج اللي في الباسنتا بريفيا بيكون برايت ريد، اما بالنسبه للباسنتا برابشو بيعتمد على نوع اللي هو البلاسينتا نفسها او الابربشو بلاسينتا. في الكومبليت بيكون عندنا كونسيلد، في المارجنال بيكون عندنا دارك ريد، وبكون في السنترال ما فيش عندنا اي بليدنج. اما في الابدومين البلاسينتا بريفيا بيكون نو ريجيديتي، يعني بيكون بيلس بليدنج، يعني بيكونش في الم بالمره. اما في الابربشو بلاسينتا بيكون في ريجيد، بيكون في اللي هو الابدومين بيكون في عندنا بين، ما عدا المارجنال، المارجنال ما بيكونش في عندنا بين بشكل عام. تمام. البين يعني بعض الحالات في المارجنال بيكون عندنا يوتراين تندرنس، لكن عاده في السنترال وفي الكومبليت بيكون عندنا اكيوت بين. ونذكر انه البلاسينتا بريفيا بيكون بينلس. اما البلاد بريشر بيكون في عندنا عاده ديكريز في كل الابروبش بلاسينتا، لانه بيكون في عندنا بليدنج. اذا كان في عندنا كومبليت بيكون في عندنا شوك. البلاسينتا بريفيا بيعتمد البلاد بريشر على كميه النزيف الموجوده. تاثير البلاسينتا بريفيا او الابروبش بلاسينتا على الفيتس بيأثر عليه طبعا بشكل يعني بشكل كبير، وممكن يأثر على حياة الجنين، وبيأثر على الفيتال هارت ريت. بعض السيريس كومبليكيشن اللي هو بيعمل بري تيرم ليبر، وبيعمل هايبوكسيا، وبيعمل اللي هو انيميا. الميديكال مانجمنت بنعطي الام اي بي فلويد، خصوصا رينجر لاكتيت، عشان نعوض الهايبوفوليميا اللي صار، وبنعمل لها لاب انفستيجيشن، خصوصا بنعمل ثرومبوبلاستين تايم اللي حكينا عنه قبل شويه، البي تي تي البارتشر ثرومبوبلاستين تايم، والبليدنج تايم، وبروثرومبين تايم، والفايبرينجين ليفل. تمام. وبنعمل اسسمنت اللي هو البليتلتس. هذا كله بنعمله في اللاب انفستيجيشن عشان كميه النزيف اللي صارت، عشان ان هو نخاف من حدوث اللي هو الدي اي سي. بالنسبه لل السموكينج او للهايبرتنشن اللي حكيناه ويسبب ابروبشو بلاسينتا قبل شويه، حكيت لكم ان انا راح اوضح نقطه كيف بصير في عندنا ابروبشو بلاسينتا من اللي هو الماتيرنال هايبرتنشن، انه مع اللي هو ارتفاع ضغط دم الام الحامل بيصير في انفجار من بعض الشعيرات الدمويه الموجوده على المايكرو فيلاي او على الكرونيك فيلاي تبعت البلاسينتا نفسها، فبصير في عندنا سيبريشن من اللي هو البلاسينتا نفسها اللي ماسكه في جدار الرحم من الداخل. احنا بنعرف انه البلاسينتا نفسها كيف ماسكه في اليوترس من الداخل، ماسكه في مايكرو فيلاي، انسجه بسيطه. هذه الشعيرات الدمويه مع زياده الضغط ممكن تنفجر وتتقطع بشكل تدريجي قبل ما يصير انفصال، ممكن يكون سنترال وممكن يكون مارجنال او يكون كومبليت. طبعا عشان نعطي اللي هو نعوض البليدنج، بنعمل اللي هو بنعطي الام من 3 لـ4 وحدات من الدم. طبعا لازم نعمل قبل كروس ماتش عشان نشوف اللي هو فصيله دم الام والار اتش تبعها، ونعطيها الدم المطابق للام خلال فتره، او تعويض الام في خلال فتره اللي هو البليدنج نفسها. طبعا اذا كان السيبريشن سمول، يعني اذا كان انفصال البلاسينتا عن اليوتراين سيجمنت كان سمول، والبريجنانسي نير تيرم يعني البريجنانسي اكتمل، تمام، بنعمل لها اندكشن اوف ليبر وبنعمل فاجينال ديليفري. اما اذا كان اللي هو السيبريشن كبير جدا ومخيف، ما بنعمل لهاش او ما بنحاولش معها نورمال ديليفري، نعمل لها سي اس بسرعه بقدر الامكان، لانه بنخاف على حياه الجنين وممكن يموت في اي لحظه، لانه عمليه الامداد بالغذاء والاكسجين حتكون قلت الى نسبه 90%. تمام. السي اس لازمه في حدود ان اذا كان في عندنا سيفير او مودريت سيبريشن. اما اذا كان السيبريشن كان بسيط بنمشي في موضوع النورمال ديليفري ما لم تكون في اسباب تمنع النورمال اللي هو ديليفري. بالنسبه للسيرجيكال مانجمنت بنعمل سيزيرين ديليفري، تمام، زي ما حكينا عشان نحفظ او نحافظ على حياه اللي هو الجيني. في بعض الحالات عشان نعمل كنترول بليدنج ممكن نعمل هيستروكتومي، لكن اذا الامر بتطلب هيستروكتومي لا، بنعمل كنترول للبليدنج من دون اي هيستروكتومي. الفارماكولوجيكال مانجمنت طبعا بنعطي الار اتش اميونوجلوبين، الار اتش وجام، يعني بنعطيه اذا كان اللي هو الام الار اتش تبعها نيجاتيف. حنحكي في موضوع النيجاتيف والبوزيتيف، مش حنوضحها الان، حنوضحها لاحقا بالمحاضره الجاي، خصوصا في الار اتش انكومباتيبلتي. تمام. بنعطي انالجيزيا اذا كانت الام بتعاني من الام شديده، لكن في الغالب يعني وبنعطي ميديكيشن للام بعد عمليه اللي هو السي اس. بالنسبه للنيرسينج مانجمنت بنعمل اسسمنت للفايتال ساينز، للفيتال هارت ريت، ضغط الدم، بنخاف يكون معها هايبوتنشن، بنعمل اسسمنت للبليدنج الموجود، علامات الشوك نفسه، بنعمل اسسمنت للفيتال اكتيفيتي والفيتال هارت ريت، ايضا بالسي تي جي،
نعمل ادمنستريشن لبلاد يونت، اذا كان فقد الدم كثير بنعطيها وحدتين ثلاثه اربعه حسب كميه الدم اللي فقدتها. تمام، لازم يكون في عندنا اكسجين سورس موجود عشان ممكن يصير في معها ديسنيا او ما شابه، فبيكون الاكسجين جاهز. اذا كانت السي اس يعني تم اقرار سي اس للمريضه، بنحضر المريضه للعمليه نفسها، بنعمل اسسمنت وميجرمنت للانتيك والاوتبوت، خصوصا لما نعطيها اي في فلويد. تمام، ونشوف اليورين اوتبوت قديش بيدخل فلويد وقديش بيطلع منها فلويد، فبالتالي بنعمل اسسمنت ونشوف هل في بالانس ولا ما في بالانس. ايضا بنساعد الام او بننصحها تكون على الليفت سايد، سواء ليفت او رايت، لكن المفضل عندنا ليفت سايد. تمام، علشان ما يصيرش معها سباين هايبوتنشن. هذا هو نيرس مانجمنت لا اللي هو البلاسنتا ابربشن. اي سؤال بستناكم على كلاس روم ان شاء الله تعالى، وباذن الله نلقاكم في محاضره قادمه. يعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم بخير.